والوصفات. قبل ما نبدأ خلوني أرحب بكل الممولين اللي حاضرين معنا في البرنامج، دائما يرافقونا في مطبخ الوشيف. نبدأ بكوتكس، حاضر معنا كوتكس كممول للبرنامج، كذلك رامي حاضر معنا بتشكيلة من العصير يعني الأنواع تاع العصير، وهذا وش يحب قلبنا في الشهر الكريم. حاضر معنا كذلك شوكولا باتيسي بتشكيلة وأنواع مختلفة من الشوكولا بالبندق بالحليب شوكولا سوداء والعديد من الأذواق. حاضر معنا كذلك فرانسيس كوطون اللي راهو داير حالة بكذلك تشكيلة متنوعة بالصلصة بالزيت، وكذلك عنده عدة أذواق بالحار وكامل الأذواق رائعة. أنا كي نجي هنا نقعد غير نشاها. كسكس سوسيمي، سوسيمي اللي حضر معنا لمواسم عدة يعني في البرنامج، وكان ممول للبرنامج، وكذلك الحاجة المليحة اللي فيه كو عنده هدايا يقدمها، وأجمل هدية اللي نحبو كامل إن شاء الله نفوزوا بها، وهي العمرة إن شاء الله اللي يهديها لكم. 8 عمرات في انتظاركم مشاهدينا الكرام هذا الشهر الكريم، يقدمها لكم سوسيمي. ما عليكم إلا الطيب والكسكس، وإحنا كامل نحبو نتسحروا بالكسكس لأنه خفيف. 8 عمرات صافي، 8 اشخاص زوري هديه، يروح ان شاء الله للعمره يا رب، ويكون من مكتوب كل واحد ان شاء الله. تكتب لي وتكتب لزوري وتكتب لوالدينا يا رب. كذلك ممول اخر ليكوب لالا اللي شفتوهم في المطبخ وهم يستعملوهم لي شيف في الطبخ ديالهم، حاضرين معنا بعده كذلك تاع الدجاج تاع الخروف وتاع البقر. الممول اللي ما يغيبش على كونطوار الو شيف مارغارين ماني، حاضر معنا دائما بالمارغارين اللي انا نشوفها نمبر 1 في الاسواق الجزائري. حاضر معنا كذلك سيفيتال، عنده الله يبارك عليهم تشكيله فيهم الماء للخديجة، فيهم السكر، فيهم لا مايونيز، فيهم لي كونفيتور، لي صوص لا فينيغريت، الزيت الثاني اللي راهو قدامكم، عندهم تشكيله من المنتجات اللي حاضرين معانا. كذلك هذا الديكور الرائع دائما على بالكم من عندهم انديو اللي زين لنا هذا المطبخ، وهذا الاواني الرائعه من عندهم انديو. كذلك مشاهدينا الكرام يهديكم البرنامج، ما عليكم الا الاتصال بنا على الرقم 023 792 94 باش تقدروا تفوزوا بهذه الهديه اللي قدمها لكم تومسون وشنايدر. هي عباره عن كاين بلاندر، كاين ميكسر، وكاين بولوار لكل واحد وزهرو واش راح يفوز به. اكيد نتوما تقدروا تتصلوا بنا فقط على 023 792 94. فريال شوب تهدي لكم كل نهايه اسبوع هذاك الخاتم الشباب الرائع. رضوان راهو مخبي، خاف كاش واحد من اللي جاني يديه مهيبه قال لك لازم نخبيه، انا خايفين من اللي يصل يديه، فخلنا فقط هذه المجموعه من الادوات الكهرومنزليه. عندنا سيشوار الحديد الروبو اشوا، كل خطره واش نمدوا هديه. خلوا لي في التعليقات شنو راكم حابين اليوم نقدم لكم هديه من عند فريال شوب. نعاود نذكركم انه الهدايا نقدمهم من فريال شوب، نقدمهم ولا ندي السحب من الصفحه الرسميه لقناه شروق تي في، الصفحه الوحيده اللي موجوده على الفيسبوك، نديروا منها السحب ان شاء الله في نهايه البرنامج. خلوني نقول ونعاود ونحتفل بهذا اليوم الجميل. لماذا؟ لانه البارح 19 مارس كان عيد ميلاد الشروق، ويتزامن دائما مع عيد ميلادي، فكل عام وقناتي بالف خير، كل عام وقناتي في الرياده. الحمد لله يعني في العشر الأوائل من الشهر الكريم قناة الشروق تتصدر القائمة كالعادة. هم يغنوا لي جوائز ليول الشروق، ليول الشروق. فشيء جميل الحمد لله أنه الأسبوع الأول من الشهر الكريم رانا في المرتبة الأولى، يعني القناة الأكثر مشاهدة. جميل جدا أنه في كل مرة تفوز، لكن ليس بسهل أن تحتفظ بالمكان نفسه، يعني في كل شهر رمضان ولا في كل عام تكون أكيد أنت الأول، وهذا فخر لنا كشروقيين. كل عام والشروق بألف خير، كل عام ومؤسسي الشروق علي فضيل الله يرحمه إن شاء الله في هذه الأيام المباركة، رجاء ندعو له بالخير إن شاء الله، ويا رب يغفر له ويرحمه
ويجعل مثواه الجنة يا رب، ويحفظ بنياته وولاده إن شاء الله اللي هم قائمين على هذا القناة. احنا شروق الحمد لله ما حسيتنا انه فريق واحد، فالكل اللي يعني اذا نجحت هذه القناة انها بشهادة يعني او باجتهاد الكل، يعني كل واحد فيها مساهم بالاجتهاد تاعو، مساهم بالمجهودات تاعو، فنهنئ كامل الزملاء بهذا المناسبة. يلا مشاهدينا اكيد حضر معكم الشيف نادية باطباقها الرائعة، واليوم شو هي مخبيت لنا ما على باليش، اليوم راني نشوف راح تمتعنا. نادية واش رايك؟ اهلا واش رايك؟ صباح الخير. يعجبوني لي السيغتات مع باش كامل تجبديهم، ما نشوف ملي كنت صغيرة ما تلاقيتش بهم. هذا شادوا لي ماما. الله يعطيها الصحة. تعيشي بيا. ليها طاطا الغالية. عين بوسك نقول لك بان انيفيرسير. وبلا كادو. ولا تعطيهم لي ماكلة. سنين بيريو. سنة حلوة طالعة طول العمر إن شاء الله. شكرا الغالية، شكرا ربي يحفظك يغلي لسانك إن شاء الله. مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا، مرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد. ألو شافني لقيت الكادو. ما نقولش لا سيرتو في رمضان، ما نقولش لا لا، المنتجات هادو نسحقوهم. والحاجه المليحه اللي عجبتني القفيفه، الله الله شفتي شحال شابه فرانسيسكو الطون، نزيد نديها هذيك الاخر، هذيك هي نتقاسم نبيع باسكو ما ناكلش. مي شدي يلا اليوم شحال متعينا ناديه؟ حنديروا شويه مملحات خير، خذ تورتيه بالبان تاع تاكوس هذاك ولا لي تورتيه جوغ بلا لاباط، بهذاك لو بان نقدروا نديروا بلان دو سالي بلا ماذا بينا، ماذا بينا العادينا وكامل. ربما ناديه لكي كيما انا ولا كيما راهم كامل الناس، انا نحب عفسه خفيفه، لي سالي شغل ينتكلوا اكثر من جوازات. درت هذاك بيتزا في حياتي ما ايماجينيت ناكل بيتزا في رمضان، انا ندير احنا ناكل كليناها صح. قالت لي ماما تكلت، قلت لها بربي كل يوم دير ان سالي مع شويه فريت ولا شي حاجه وخلاص. صح ينتكل كما قال اللاز، قلت لهم انا ابتداء من تاريخ اليوم راح نبدا تاريخ اليوم راح تولوا تشربوا غير شربه ولا حريره معها بورك وشلاضه، بداو تنقصوا خلاص 10 على 10 راحوا. ما ماركيتيش هذا العام من الاسبوع الاول بدينا نقصوا، شتي مال فين؟ في ال 20 في جاب التعب. انا بديت خطرة الاولى شغل هذيك تاع البول تاع الشربه، ومن بعد تاع الجواز تحتو تاع لاسال ومغرفه فرشيطه ومغرفه صغيره والموس كذا، قلت كي وليت نروح نغسل الماعن لقيت معايا، قلت واش دارها لي؟ واش دارها لي؟ راني معيا روحي، طبسي واحد يمسحوك بالباب يزيد يستربي فيه وخلاص. صح صارت الماعن. حنا على صالات تاع هادي تاع هادي. بعد ظهرك تموت، والله ربي يقدر ربي يقدر كل مرة إن شاء الله. يلا نادية أمتعينا، الوصفات راهم مكتوبين مشاهدينا، دوك يحطوهم لكم على الشاشة أكيد، ونتبعوا مع الشيف نادية، تفضلي. نروحوا لاباط، لازم تريح. أتما راح ديري بات وراح ديري خدموه لو بان فوالا، هاوليك كنت درتو خدمت به ديجا وجدت لي سالي سلمك هاوليك حاجه مليحه، لانه علاش الثمن تاعو غالي ومنين داك الى ماركيتو نلقاو فيه ريحه الريحه تاع الحموضه. شوفوا شغل دار شوفي ديري له هكا كرفسيه ما يصرى له والو، تالمون شغل جديد سي فري غادي باش نكرفصه. كي كتريح في الحانوت كيتكسر. عطينا الوصفه وصحين داروا دي ساندويتش ملاح هكا توجدوهم تخبيهم للسحور تفريسيهم بركو. حبيت الفكره ان شاء الله نتبعوا الوصفه وتكون سهله ان شاء الله. سهله هي لهنا، في عندنا 3 كيسان تاع فرينه الوزن تاعهم 450 غرام. يلا عندنا اتصال على ما اظن، نغلقوا. يلا نستقبل اتصال. الو 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 مساء الخير. مساء النور، صحة رمضانكم. الله يسلمك، كل عام وانتم بخير. الله يسلمك، واش راكم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، شكون معانا؟ جميلة مشلف. جميلة مشلف. واه. كي راهم ناس شلف؟ الحمد لله. يا اختي حنا عندنا الحمان، راه عندنا حمان شلف، يا درا انتم اكثر منكم. راكم اكثر منا. واه ربي يقدركم ان شاء الله. قالوا انه يوم الجمعه ان شاء الله حيتبدل الحال، تكون الشتاء وتكون بروده ان شاء الله. ان شاء الله هكذا باش كي نصوموا ما نعطشوش وما نعياش. كل عام والشوق بخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله شكرا لك. ان شاء الله يا رب. شكرا ربي يحفظك يسلمك. يلا قولي لي كاش طيابات، كاش توجات، كاش خبز، كاش المطلوع. المطلوع كان جيتي جارتي. ديريه يوميا؟
نهار بنهار. نهار بنهار، وش زعما كي طيبي اليوم ديري بزياده للغدوه ولا نهار تشري ونهار مطلوع؟ ايه نهار نشري ونهار مطلوع. ونهار مطلوع، ربي يقدرك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كاش ما تطلبي وصفه؟ والله الحمد لله اللي نطلبها من عندكم تعطونا، رانا شيفان في بيوتنا بفضلكم. راكم شيفان؟ قالت لك انا شيفان بفضلكم. الحمد لله الحمد لله، هذا هو الهدف من البرنامج والحمد لله. الحمد لله يعني الشهاده. الحمد لله. يلا انا ما نسقسيكش اليوم كاش سؤال. اليوم شاف حضرت سؤال لكن انا مانيش راح نطرح سؤال. لماذا؟ لانه اليوم عيد ميلاد الشروق وان شاء الله احنا اللي ندير لكم الهدايا في عيد ميلاد الشروق، ماشي انتوما. احنا اللي ندير لكم الهدايا في عيد ميلاد الشروق ماشي انتوما. فاليوم الاتصالات ماذا بيا نقصروا معاهم يحكوا لنا كيفاش جوزوا العشر ايام الاولى من رمضان، كاش ديديقه، كاش ما حرقتوا، كاش ما ملحتوا، كاش ما خليتوا عرسه صامته، احكوا لنا هاد الصوالح وانا نكتب اسماواتكم. واه صح. خلاص. ناديه الشافه ناديه قولي لها الله راهي تسمع فيك. شكرا. مساء النور. مساء النور حنوت. واش راكي؟ راكي مليحه؟ خير لاباس؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الحمد لله. يعيشك. يعيشك يسلمك حنوتي يسلمك. شكرا لك. كيفاش ما راكي طيبي هاد الايام ولا غير كيما حنايا؟ لا لا والله والله غير طيب. الحمد لله الحمد لله، ربي يقدرنا ان شاء الله ويعطينا الصحه. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله يا ربي. امين ان شاء الله. يسلمك الله يسلمك. صحه فطورك يسلمك انتوما زاده كل عام وانتوما بخير. شكرا شكرا لك ربي يحفظك. مع السلامة. ذكروني كان عندي مشكل مع الأسماء. عائشة جميلة. شو عندي مشكل مع الأسماء؟ يلا هنا راني مع العجينة. فيها ثلاثة كيسان فارينة، ملعقة حليب غبرة، ملعقة صغيرة تاع الملح، وملعقة صغيرة نصف ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية باش يجيني خفيف شوية، وملعقة تاع حليب بودرة ضرورية يقولوا لي نقصها نزيدها، هي اللي دير هذاك الاختلاف جوغ ما يتكسرلكش الخبز، شتي كي كنتي تمسي فيه ما يتكسر ما يصرالو حتى حاجة. عندي زوج ملاعق تاع زيت وملعقة تاع خل. شوفوا الخل حليب الغبرة هما ضروريين في الخبز تاع التاكوس. وعندي لهنايا الحليب اللايم بالحليب وش يقعد لي نكملوا بالماء، لازم يتلايم بالحليب هو اللي يعطي له داك القوام باش ما يتكسرناش. فوالا الحليب عندي كاس كاس ومن بعد واش يخص نكمل بالماء. تما لازم بودرة ولازم الحليب لازم لازم باش ما يتكسرش ضروريين. ام كاين كيما قلنا لي باكي هذوك الصغار تاع الحليب هذوك لي فريمون ماشي انا شريتو عمرته بلا راه بخومي جوغ كل ما مسحق ندير هذيك ان كويير خصو اللي ما يشربوش لحظه هو مليح اللي بغيوش الخبز شغل دائما تزيدي ملعقه يكفي نلقاوه في الكوزينه. آه. يلا زوري عطيني الوصفه على الشاشه هكذا باش يشوفوها او ميم طون يتبعوا مع ناديه تاع الخبز وصفه الخبز هكذا باش يشوفوها ويتبعوا معنا كما قلت لكم احكوا لنا على لي ديقه ناديه لحد الان كش من ديقه ابارت عندها الاول نسيتي الوقت وفطرتيهم على وي ادلونا نشبع مازال ما درتش ديقه مازال لنتي للوالده مازال والده شاطره يسلمك ربي يحفظك جو بونس با دير لي ديقه بصح انت نعرفك ام ديقه انا نسيت نفكر كش ما درنا ما تفكرتش فوالا نلمو العجينه، العجينه تجي شويه طريه، ما نخليهاش حاكمه روحها بزاف، باش نقدر نحلها هذاك السمك الرقيق، كون تكون خشينه بزاف مانيش حنقدر نعاود نذكر واش فيها كامل ناديه؟ فيها ثلاثة كيسان فارينة، ملعقة حليب غبرة، نص ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، وملعقة صغيرة تاع الملح، زوج ملاعق تاع زيت، ملعقة تاع الخل، كاس حليب ونكمل بالماء كما شافوني. هاي لك العجينه القوام تاعها ما تتعجنش غير تتلايم نخليها تريح راني خدمتها لانه شوفي نخليها تريح هكا 10 دقائق بعد نديرها دي بول تاع 100 غرام ولازم هاد لي بول يريح تكون هاد العجينه ريحه ساعه من قبل ما تتعجنش هكا برك تلم تريح واحد 10 دقائق هكا نديرها دي بول تاع 100 غرام ولا 70 غرام حبوها صغيره 70 غرام كبيره 100 غرام وتتغطى هكا بالكيس بلاستيكي وتريح ساعه وانت تسيي تحليها هكا انت تحليها هي تحل. دونك هكا تريح تتغطى بكيس بلاستيكي الا حبوا يديروهم يبداو بلاباط يغلفوها ويروحوا لحوايج اخرين ساعه تمتم تجوز سختو هاد الايام صح صح فوالا ما هاد العجينه لازم تريح تريح كما قالت لكم ساعه ساعه باش تقدروا تخدموها سهله ما فيها ما تكلم ما فيها والو ما فيها الجهد ومليحه بالراحه برك صح نخليها تريح تعطيني الطعم نقدر نحلها هذا ما كان
قلنا مليحه تقدروا ديروها كمملحات، حتى تعطيكم افكار واش تقدروا ديروها بها كمملحات. وشيء جميل ثاني انه منين داك الشتو تخلص لنا الماكله في الصحو يعني في الطابله وما نلقاوش باش نسحروا، ولا نحبوا نسحروا بعفسه اللي ما كناش كليناها في الفطور، سيغتو كي نكونوا دايرين جوازو كامل، فمليحه. ولا ثاني اللي عندها وليداتها صغار ما يصوموش، فشيء جميل انك يكونوا حاضر هذا. لا لا، ولي عندهم دراري كامل شتي في اللي يحبوها كعفسه. عفسه. ليح واحد يخدم لهم دي ساندويتش دي تاكوس يحطهم في اسيت، شتي يسهروا ينوضوا لا كويزين يلقاوهم هكا واجدين. وهذا الخبز ما يصرى له والو، جونغ زعما في الدار نخليه هكا ديك سمانه ولا، باسكو كي دايرتو ملعقه تاع الخل هي حتكون كماده حافظه. صح. وكيما قلنا باش تهدوا كيما نقولوا باش عمرتوه يعني تقدروا بالفرماج هكا طون تاع في رمضان يكون الخير. يكون الخير كيما قلتي. وانتيا نحيتي هذاك الجوع. لا لا، بات نزيدو نخلوها تريح شويه ونبداو نطيبو. نروحو للحشو الاول. حندير شغل ستيل بوراك بالخبز التورتيه. واش فيه؟ فيه صدر تاع الدجاج مرحي، فيه البيض، فيه لاشابلوغ، فيه حبه تاع الجزر مسكرفجه فريمون في الرقيق، فيه الكركم، فلفل الكحل، حبيبه تاع البصل، فيه المايز، معدنوس والجبن طاري. فوالا، نجيبو مقله هنايا ونخدمو الحشو. يلا رامي جاوبوا، الجواب هو المكسيك، حطيتوا سؤال على يلا شوفوا ما كان ني جاوبني والو، استناو تشوفوا نديروا حاجه شابه. جاوبتوا ما جاوبتوش؟ لا ما تجاوبوا، شوف انا كي نكون انا وناديه كاين الخير. الله يبارك. هذه لاشين تاعنا عند من فاروق ولا شكون اللي شدها؟ فاروق. هذه لاشين تاع، هذه هي الصفحه تاع لاشين، هذه هي الصفحه الوحيده لقناه شوروق، شوفوا فيها هنا هذه العلامه، ديروا جيم ابوني وهاد لاباج هكا. دوك شويه نوريكم لاباج تاعنا تاني تاع الانستغرام اللي فيها اللي يحطوا فيها بزاف لي كود، المقاطع يعني تاع الحصص. اطلعوا هنا، هنا نحبكم تطلعوا والا طلعتوا بالبزاف اليوم نمد زوج هدايا منا، ندير السحب منا زوج هدايا، نبدل ندي وحده من الاتصالات وندي منا نعطيها قسيمه الشراء تاع الواحه اللي نسيتها من قبل ما قلتهاش، قسيمه الشراء تاع الواحه مليون، ونزيد نمد الهديه تاع فريال شوب. ليكيباكم معايا زوري قالوا لي فيها، نحبكم تطلعوا راكم 2000، نحبكم تكونوا بزاف، نحبكم تتمنوا كامل ولا تعطونا تعليقاتكم وكلام جميل على قناه الشروق، ولا حتى يعني تعليقات ولا انتقادات بناء، حتى انا نقول باللي ما كاش يعني اشياء ولا دي كومونتير ماشي ملاح على القناه، لانه ماشي انا اللي نقولها، احنا نتلاقاو بالشعب برا ونتلاقاو بالمواطنين. يقول لك القناه الوحيده اللي نخلوها من الصباح للليل هي قناة الشروق، والحمد لله فيها كل البرامج الدينية، مسلسلات، برامج ترفيهية، يعني كل شيء راه موجود في القناة الحمد لله. والطبخ بيان سور لازم نسحقوه في رمضان. نهار الاثنين ليلة النص. الحد ليلة النص. الليل في الليل. لو 14. الاثنين 15. هي لو 14 زعما يديروها كعشرة تراديسيونيل. راح ديجا رمضان. والله. سيدي أنا كيقولوا لي ليلة النص. خلاص يبدا هذاك الجري. بكري كان كنا يشرونا هذوك تقاشر تاع الدونتيل تشفيهم لي باو والسيختات والصاك الصاك باش نلمو دراهم تاع العيد. شحال كانت اجواء رائعه. دوكا يعني بدات تروح هذيك البنه تاع زمان، كنا لازم كيما قالت ناديه السيختات والصاك من الله الله ولي باو والمساسك تاع الشعر. انا مازال عندي شغل، لازم نشري حاجه جديده في العيد. لازم هذيك قلت تحسي المورال. انا نزعف عندي فتقلت الدنيا. قسم بالله كان رمضان تاعي الاول وما ما عطانيش، انا قاعده نستنى دوك يعطيني. قال لي قلت لك تخلصي شغلتي تشري. قلت لا لا، كاين الهديه وحدها الاثر تاعها وحده كيجري لك واحد حاجه. الدنيا ناديه نقول لك فيها الحرب ناضت على جاله. وي عندك الحق. انا عندي اخويا ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يصلح له حاله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. لازم يشري لي حاجه في العيد ملي كنت صغيره. حال ربي يحفظه لك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هشام وي هشام ربي يحفظه ان شاء الله. ان شاء الله. يلا مشاهدينا نروحوا على صلاه ولا اذان صلاه الظهر، يرفع على مستمعينا الان الاذان، ننصت الى صوت الحق من بعد نعم. بالوصفات الرائعه اكيد تخدمكم اليوم شيف ناديه، واليوم وصفه مملحات. كنا حضرنا العجينه، راح نعاود لكم من بعد واش كان فيها العجينه، والان راهي في الحشو. الحشو راهي تبريباري فيه على جال الوقت باش نلحقوا، لكن راح تقول لكم واش دارت. راهي دوكا دير شتي هذيك اللي ترجموا، راهي دير دوكا في مكعبات. ترجمه هذيك اللي متحت. لان راني ندير حشو قلت لك حنديرهم فاصون بوراك باني. ونخدمهم شغل بوراك ونبانيهم ونقليهم. درت حبه تاع البصل مع حبه تاع الجزر.
دوكا الجزر القرعه كاع مسكرجهم يديروهم في الحشوات ما تفيقيلهمش كامل وتكلخي العباد اللي ما ياكلوش الخضر حبه جزر حبه بصل يتقلاو ومن بعد زدت عليهم صدر تاع الدجاج مرحي ودرت لهنا فلفل كحل كركم مكعب هذايا تاع لالا تاع الدجاج واني حندير معدنوس شويه جبن ونحيهم فوق النار فوالا الحشو والزرو ديالك كي تعرفوها تعطي واحد البنه بزاف في الحلاوه الحلاوه وي فوالا نخلي هذا الحشو يطيب شويه والزرو ديالي حبه بك سكرتشتها فريمون في الرقيق باش طيب لي حبوا يديروه فيونداشي يديروه مي انا حندير واحد اخر فيونداشي كما قلت نبدل شويه الادواء هذا بالنسبه للحشو الاول اللي حضرته الشيف نادية يلا راهي الوصفه على الشاشه للخبز اللي كنا حضرناه قلتي لي فيه زوج كيسان تاع فرينه ثلاثه كيسان تاع فرينه ويلا ما نشوف انا البال ثلاث كيسان تاع فرينه وفي مغرف تاعني شافيه تاع الحدا والملح ملعقه صغيره ملح نص ملعقه خميره كيميائيه زوج ملاعق زيت ملعقه خل كاس حليب ونكمل بالماء خب هذا بالنسبه للخبز يلا نستقبلوا اتصال الو الو مساء الخير الو الو مساء الخير مساء النور واش راكم لاباس الحمد لله وانت واش راكي لاباس يا حبيبتي صح رمضانك يسلمك وانت زاده حبيبتي الله يسلمك شكون معنا اختي سمية صح عيدك عيد ميلاد سعيد نعم قلت لك عيد ميلاد سعيد شكرا لك حبيبتي الله يعطيك ما تمني شكرا يعيشك واش راهي نادية الحمد لله الحمد لله يا خليني فقط نتعرف عليك تحبي نجوز لك نادية تعيشي انا صليحه من باتنا صليحه من باتنا نعم الله الله واش راكي صليحه واش عامله سباتنا لاباس الحمد لله يسلموا تحيه كبيره ليهم ناس باتنا كامل بلاد ناديه نخليك اتصال مساء النور مساء الخير ناديه حار رمضانك يعيشك يا واش راكي لاباس والله الحمد لله الحمد لله يا ربي يعيشك بعونك كاش خشوقه نهار النص كاش فريده كاش ان شاء الله ان شاء الله لا كنا ملحيين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يلا اليوم ما درت لكم السؤال قلت لكم احكوا لي كاش دقيقه ولا كاش حاجه صارت في العشر الاوائل هادو تاع رمضان والله غير له البارح برك درت شوربه ونسيتها على النار وجيت منها حتى شميت ريحتها بلي فياط حرقت لك تسمى شويه معليش المهم فيها ريحه الشياط ومن بعد كيف سلكتي الموقف؟ هي تقلى مازال ما طابتش في القليه نتاعها وليت نحيت اللحم وانت مازال كي تقلي ما زلت نقلي نسيتها خرجت من الكوزينه وجيت خليتها ايه ومن بعد واش درتي عاودتي كاع واحده اخرى؟ نحيتها وعاودت نضرب جديد واحده اخرى واحده اخرى معليش معليش المهم مشي ما كانش يعني كيما نقولوا سوايع الاخرين كان مازال عندك الوقت لا 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 الصباح انا نطيب شربة تاع الصباح اي طيبي الصباح وتريحي العشيه العشيه نكمل صح صح فكره مليحه فكره مليحه ربي يقدرك ان شاء الله ما تزيديش تحرقي مازالت 20 يوم ردي بالك يبارك فيك يعيشك ان شاء الله يلا قلتي لي صليحه من باتنا يا اخي صليحه من باتنا صليحه من باتنا راح نكتب اسمك وان شاء الله تكوني من الفائزين معنا نهار اليوم ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك صليحه ان شاء الله يا رب شكرا شكرا لك ان شاء الله يا رب تعيشي صح يلا كانت عندنا صليحه من باتنا نعاود نذكركم فقط بالهدايا قلنا الهدايا راهي مهدات من عند تومسون وشنايدر هادو للاتصالات وكذلك الواحه الا طلعتوا بزاف نقلبوا نديروا الواحه وفريال شوب للسحب تاع التعليقات كثروا لنا تعليقات وكثروا لنا الجماجم بزاف يلا نرجع لك ناديه نعاونك فيك شي حاجه الحشو قولي لي شحال راهو الوقت برك شحال راهو الوقت مازال مازال راهي الوحده وثمان دقائق صافا الحشو الاول هاوليك كملوا حتى الزوج مازال صافا الحشو الاول هاوليك فيه الجزر وفيه بزاف بنين والريحه تاعو هايله كي طاب الجزر والدجاج والاخر واش درت رميت هكا حفنه تاع المايس شفتك وكميه تاع الجبن والمعدنوس معدنوس كميه مليحه باش يبنن هذاك الدجاج فوالا هذا الحشو بزاف رائع يقدروا يديروا به ديكيش يزيدوا لهم كريم فخاش ويديروا به ديكيش والرائحه ما نحكيلكمش كيفاش راهي نروحوا لي كورني كريسبي تاع الدجاج واش عندي لهنايا عندي دجاج درت له عصير تاع ليمون ولا خل درت له الياغورت ناتور ملح فلفل كحل كركم وسكنجبير ودرت شويه تاع مكعب لالا لالا فوالا واش راني حندير له زوج ملاعق فرينه هذه دو بريفيرونس ندير لافي ولا صباح بكري ولا باش يجي بنين زوج ملاعق فرينه وحبيبه تاع البيض
تخلطيها معاهم؟ اه ما تولي لي جوغين بات ونقليهم يجوا جوغ كروستيه. فوالا وندير ملعقه تاع الجلجلان. جلجلان ولا يعني ضمن كنا بكري نديروه زعما غير في ليسالي ولا في الحلويات ولا كي يجي شي ازياتي كل اخر فيها بزاف ويمد بنا ولا غير رائعه سيوه يعني في القرمشه ثاني يجي هايله كي تقلى جوغ يحمر هذا الجلجلان يجي بزاف رائع. انا نحب الجلجلان كيما قالت زوري مفيد كذلك للصحه. للصحه يعني. لهنا قلنا عندي صدر تاع الدجاج درت له الياغورت ناتور عصير تاع الليمون ملح فلفل كحل كركم سكنجبير تحبوا كامل هادو ما ديرونش ديروا توابل الدجاج ولا المكعب برك تاع مارق لاله درت حبه تاع البيض ملعقه جلجلان زوج ملاعق فارينه واني رايحه نخلط. انا وزوري القط والفرع على الجا انا نقول جا وهي تقول جا. انا تعجبك تقولي جا. انا نقول جا بصح تعجبك تقولي جا. عييت لنا نتعلم في الجامعه. لا لا ماشي نورمال الواحد يخلي اللهجه تاعو. لا لا شغل زعما شو كي ولينا نخدموا يعني في الاعلام ولا شغل لازم مشروط عليك انك تهضر هذيك اللهجه البيضاء يعني آه. شغل رايحه للعاصمه رايحه باللغه العربيه بصح برا زعما كي نبدا نهضر زعما نلعبها زعما تزيريا ونبدا نهضر قال لي قلت لك كذا كذا انا غير نقول الجاي فيقول لي بلي مانيش ما رانيش على الجواز. دابا بي حنا تالمو عايشين في السونتر نحبوا هذيك اللهجات انا كل ما نسمع لهجه نحبها. صح صح لهجتنا كلها رائعه. شابه من بعد نسمع تاع العرب ونقول شابه. فوالا هاوليك الخليط اللي نتحصل عليه جوغ اون بات جوغ كلي الدجاج كامل يتغلف بهذيك العجينه. عندنا قلنا صدر تاع الدجاج تبلتوه تحبوا بتوابل الدجاج ومكعب مارق لاله ولا ملح فلفل كحل سكنجبير الياوخت ناتور وعصير تاع الليمون يجي بزاف بنين ملح فلفل كحل ودرت له حبه بيض زوج ملاعق فارينه ملعقه جلجلان واني رايحه نقليه. هاوليك دوكا رانا نديرو في الحشوات. سخنت الزيت الزيت يكون غازير باش يطيب لي جوغ كروستيه مقرمش. يلا هذه الثانيه هذه ثاني راح تروليهم في البابي في الخبز. ايه في الخبز دوك نوريهم لك خدمتهم هادوما سي دي كورني نخدمهم بالخبز تاع التورتيا. خبيتهم زعما لتحت؟ لا لا وجدناهم باش نبقاو خيرنا صايمين. لا هامليك وبعد نعمرهم بهذاك الدجاج كريسبي وندير لهم شويه اسمها كاتشب ولا مايونيز. مليحه هذه العرضه تاخذ تخلعيهم فوك لا فوالا وسهله بالخبز تاع التورتيا تقطعيه ديرهم ديكور. كيسان هذوك شريتهم؟ شريتهم 20000 10 ولا ماشي حاجه. تلقاي هاد التخاني ما باش قامت تلقايهم عادي عندك قال لي زاد غاز تجيب لك عبسه مدوره تقول لك ديكور تجيب لك قلب تجيب لك ورده. الواحد شغل كيكون في هذاك الدومين يدير الحيله صح يدير الحيله في الاوان. عندنا لهنايا لي كاساديه ما حاش نديروهم دوكا حتى نطيبوا الخبز ونوري لهم كيفاش نديروهم. عندنا لهنايا دي تاخت هادو من اسهل المملحات نحسهم انايا. نحكم لو بان تورتيا تاعي بعد ما نطيبه دوكا انا كي نطيب نوري لهم نقطعوا هكايا بونتوخت بياس وندخلوه هنايا في المول كي ندخل هكايا نحكم المول لوحد اخر ونحاول ندخل به باش لاطالي تخي تخي بيان. نديرهم يشدوا روحهم في الفوق واحد ثمينات ولا جوغ يبس هذاك الخبز تاع التغطيه باش كي نحيهم من المول تحصل على شكل طاخت. دوك نخدم الحشو ديالها. بيان سو يعني بخبزه واحده نقدروا نديروا منها عده افكار تاع مملحات. غير فكره مليحه. فوالا شتي كاين الناس اللي يعرضوا بزاف في رمضان تبداي تخمي تقول ماشي غير الشربه والدوزيام بلا لازم لي ديزونتخي لازم هذه تسلك بالخبز تبدل بكل الحشوات. مدينا لهم ناديه مديتو لهم الله يبارك يعني كل لي شيف مدوا لكم يعني كاين بزاف عجائن اللي كنا نديرهم كنت نقول لكم لا تشفاو احتفظوا بالوصفه لانه في شهر رمضان تحقوها ان شاء الله تكونوا احتفظتوا بها. هذوك العجينه اللي نقدروا نديروا بها عده مملحات يعني كاين بزاف هذوك العجائن وان شاء الله الا قعد لها كي تقضي لقيتي غير خليتك تهضري لا شوفي غير هنا كاين السكر كاين ليزانغريديون هنا وتدي كلش ما خص والو ما خصنا حتى حاجه. الله يبارك الله يكثر الخير ويقوي الخير ان شاء الله ان شاء الله. تحيه لكامل الممولين. يوميا يبعثوا لي ناس بزاف وصفات كنا درناهم من قبل وجربوهم في هذا رمضان نفرح شكون نقول كاردو ولا روسيت وداروها قلب اللوز ما نحكي لكش يوميا يوصلوني بلي سياوه ويصوروا لي داك البلاطو. انا قلب اللوز ما نشوفوش قبل يطيب في الدار. صح سقسي ليكيب يقول لك نهار درت قلب اللوز هنايا سقسيهم ومن بعد رجعي لنا في الخبر يا اخي تعرفي درتي هنا نعرف قلب اللوز تاعك بصح شغل تالمو ناجح انا ثاني خي شتيني زلابيه قلب اللوز حب عرفتها برا بصح ولا غير ناجح
كاين ناس ما تقدرش، كاين ناس تحب حاجه تاع الدار تشوفي سنيوة قلب اللوز هكا كاين عائله وياكلوا بزاف قلب اللوز. والحاجه اللي ماركيتها انه راهو غلى قلب اللوز، بكري كنا 4000 3000 تشري دوكا راهو واقيلا 15 ولا 20 10000 عندك من 10000 وطلع قالت لك الشيفة 10000 ماشي محشي ما فيه لا لوز لا كوكاو لا باز 15 لا باز باز كليم تاع طوموبيل و 15000 20000 بالكوكاو باللوز. شوفوا الغلا اللي يكون عنده عائله والله ما ساهل. شوفي تشري دوزان ويا ربي كي كثر 60000 ولا شوفي شحال ديري خرج لك 15 حبه ولا حبي صح صح. والحاجه المليحه كي قلب اللوز زادوا تعلموه وحبوه الجزائريين يطيبوا في الدار من وقت الكورونا الى الكورونا في الكورونا ما كانش كاين ولات الناس كامل طيبوا في الدار. الحشو هذايا بسيط سمية واش فيه؟ فيه الطون، فيه معدنوس وفيه كمية تاع الجبن. نعمر به هادو كليطاخت. شو وحدة هكا تكون مزروبة تحب دير دي سالي تحب دير دي طاخت غير بالخبز هكايا والطون شغل الحشو بارد ما يطيب ما حتى حاجة. صح. كمية تاع الجبن يكون فغيمون طاري. الريحة أنت تحبي الطون. استعملنا طون فرانسيسكو هذا واش درتي تاع الزيت؟ تاع الزيت استعملت هذا الطونه يعني قلبتها ولا يسوى سوى اي سوى سوى استعملت هذا تاع الزيت. يلا عندي اتصال باش ما نخلوهاش تستنى. الو الو عندي وي سمية واش راكي؟ الحمد لله مساء النور. مساء النور صحة رمضانكم. الله يسلمك انت ثاني صحة رمضانك واش راكي؟ يعيشك واش راها طاطا نادية؟ طاطاك نادية شوفي على طاطا شوفي على طاطا مليحة شحال في عمرك؟ أنا 24 24 نادية ثاني صغيرة زعما نادية طاطا معليش نعرف نطيب ونلبس الجبن بصح ماشي طاطا ربي يحفظك نلبس نقصرو ربي يسلمك تعيشي كيفاش راك مع رمضان؟ الحمد لله مزيان ما قلتيش طاطا سمية نقول لهم كوبي ولا البارح البارح قفلت 37 سنة الله يبارك خلاص راني طاطا دوكا تقولوا لي يبارك في عمرك ان شاء الله هذاك هو ان شاء الله يا رب منورين التاسع حبيبتي منوره بيك. ما تعرفناش عليك شكون؟ نسيمة من ولاية البويرة. نسيمة؟ ايه من ولاية البويرة مرحبا بك نسيمة. إيه. الله يسلمك تعيشي مالا كاش طيابات كاش عندك طاقة الله يبارك ايجابية راكي نشيطة هكا كاش ما كطيبي كاش ما كتدخلي الكوزينة؟ اي ولا غير انا معاها الحمد لله. واش كطيبي؟ نديرو كلش لي غراتان نديرو مكوام لا لا تشوفي نديرو وندير ماشي كيف كيف قولي لنا شكون هو يدير ما ديريش صفه الجمع قولي لي ليك انتيا اسكو انتيا كي ديري ندير ندير ديري كي شاطره الله يبارك الحمد لله يا ربي عيشك عيشك وقولي لي كاش وصفه هكا راهي في بالك وحبيتي ناديه تعطي لك الوصفه تاعها ولا غير راكم مكفيين موفيين الحمد لله يا الحمد الحمد لله يا رب الحمد لله. يلا انا حنكتب اسمك مباشره بعد ما تحكي لي كاش دقيقه كاش حاجه كاش تعليق واش كي تتفرجي على قناه الشروق ولا غير نتفرجوا انت اما نتفرجوا فيكم البطحان البطحه راكي تشوفي البطحه البطحه وداير حاله ايه دموع الوليه انا وراجلي انا ومرتي انا ومرتي انا ومرتي البراني 11 مسلسلات رائعه راهي تبث على قناه الشروق. يلا حنكتب اسمك مباشره قلتي لي نسيمه من البويره البويره ايه نسيمه من البويره البويره شكرا لك نسيمه ان شاء الله تكوني من الفائزين الله يكرمكم روحك وصحه عيدكم شكرا شكرا لك ما تقولوا لي صحه عيدكم نحس بلي الغدوه العيد تحكم لي لاباني شكرا شكرا لك نسيمه صحه فطورك الله يسلمك تعيشي انتوما ثاني انتوما زاده مع السلامه شكرا لك كما قالت لي مقبل ناديه يعني شافت في لي باج خلاص بعثوا لي الوصفات والطلبيه تاع الحلوى سي بون راني راح نغلق لاليس راني خلاص هيا اللي دير الحلوى قاعده نقول مازال الحال شغل والله شوفي صح نفهمهم تقول لك باش نقضي نبدا نوجد روحي صح ولا غير نحينا البركه تاع الوقت نحينا البركه تاع رمضان انا مازال ما تمتعتش برمضان صراحه شغل مع العيا اجري مازال ما دخلتش في المود ديالو اللي دائما نقولوها ناديه كشوفوا هو شهر واحد في العام
وربي يعطينا فيه المغفرة والرحمة وعتق من النار وفي كامل هذه الأشياء. وإحنا بوكو بلوس جزائريين نروحوا للأكل. أنا هاد اليومين كي قعدت لقيت روحي أجري طيب، روحي أشري، روحي كذا. دقيقة عمرك ما العبادات قلت تلقاي بلا روحت روطارديتي العصر ما قريتيش القرآن في هذاك النهار ما درتيش هو شهر يعني باش نتقربوا من الله سبحانه وتعالى فيه. فتوجور نخمو يعني بالأكل، لازم بلا، لازم كذا، لازم كذا. يعني خلوا كل حاجه في وقتها، نشوف انه كل حاجه في وقتها. نحبوا رمضان لما نجوا هكا داخلين مع الباب نشموا هذيك ريحه الشربه نقولوا ريحه رمضان، والعشر ايام نقولوا ولا سمانه الاخرانيه تاع رمضان نبداو نقولوا ريحه العيد، نشموا هذيك ريحه الحلوى الطيب. دوك كي ديروها بكري انا صراحه 10 سنين وانا ندير في الحلوى، كنت نشد لي كوموند لو 21 في رمضان نوجدهم لو 27 28 يجيو يدو قطاهم لفرد حالتي شغل ريحه لافاني ريحه رمضان. صح. كونوا شبعنا من رمضان من نصف ايام كلش باش ندوزو للقطو. طيبنا كلش خلاص طيابات. قلت لك والله صح تبداي تلتهبي القطو تنقصي شويه طيابات والاخر. صح. مي صراحه قلت لك كي نشوفهم غلقوا لي كومنت في فيسبوك جرحت تخلعت قلت شوفي مادام شراو الناس الحوايج هي شوفي منين داك تلقايها ربما في الميزانيه داخله ناديه. ايه فوالا. عندك وحده هكا ولا راجلها يخلص ولا تقول لك اموال نحي هاد العفسه ولا شغل ثاني واحد يشوف. كاين اللي يشراو حتى حوايج العيد قبل رمضان. معليش الحوايج. يقول لك اموال نقص. كانوا امهاتنا هكذا ناديه. خاصك من لي بخي يزيدوا يا اخي في العياد يزيدوا كانوا هذيك تاع زعما اللي يكون عندها ثلاثه ولا اربعه تقول لك نحي زوج قبل رمضان ومن بعد يبقاو لي زوج في رمضان. باش يستكساو كامل. ربي يقدر كل واحد ان شاء الله. نرجع لك ناديه. لهنا راني نقلي في هذاك كريسبي تاع الدجاج شوفي كيفاش يجي جرى. نعاودو نذكرو واش درنا فيه. زدر تاع الدجاج، زدر تاع الدجاج، الياوخت ناتور، عصير الليمون ولا ملعقه تاع خل، ملح، فلفل كحل، سكنجبير، كركم، ثوم بودره. حبوا يستغناو على هادو كامل يديروا توابل الدجاج. ومن بعد ما تمارينا درت له حبه بيض، زوج ملاعق تاع فارينا وملعقه تاع جلجلان اللي يحب. شوفي لهنا ندير ماشي شغل بالكونتيتي، الا كتشوفوا فيا نقلي غير بشويه باش ما يتلاصقش مع بعضها. كل حبه ترميها وحده. فوالا نحاول نرميها وحده وما نديرش بزاف، والزيت يكون غازر باش يجيني مقرمش، ماشي يطيب لي في شويه زيت. والزيت الثاني يكون سخون. سخون فوالا ماشي داك السخون اللي يحرق. صح طيحتو كان. انت مرميده. هذا هو طياب. والمعن كيفاش؟ ما نكذبش امي ولا صاحبتي. يا اخي انا في النهار ندير لك كلش حتى يقول الله اكبر، انا ناكل وراسي يولي هكا بشقيقه. تروحي في عالم اخر تروحي عالم اخر. انا رمضان تاعي يبدا مور الفطور. عندي شقيقه. غيبوبه. كيف تدخلوا في هذيك الغيبوبه تاع مور الفطور؟ ما امي كي تشوفني هكا كنقولها لا لا ماما خلي نعاونك، لا لا هكا، لا لا هكا، تخليني تقول لي روحي حطي راسك النوض لقاها غسلت. يعطيها صحتها ان شاء الله يا ربي، يحفظ امهاتنا ان شاء الله ويرحم اللي ماتوا لهم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يرحم جميع الموتى. فوالا عندنا شغل لافيسيل بصح من شتي كي ما يكونش بزاف المواعن. انا قلت لهم لافيسيل ما تقنعنيش. شرينا زعما هذاك الوقت زعما كي كانت هكا شريناها تاع نشلل لها ونحط فيها الماعن ولا كوكو وماشي كاع الماعن نديريهم فيها. لا ما يدخلش فيها. يا اختي نغسل بيدي وخلاص عيا نشمر على يديا. والله صح شد غير بلاصه في وتسقى الماء، وحنا راه عندنا الازمه تاع الماء يعني، واللافيسيل تستهلك بزاف الماء. بزاف الماء صح. الانسان ولا الانسانه اللي راهي تغسل لكم في الماء تهلاو فيها يعني، اللي راكم دايرين لها الداله دوها دير مانيكير دوها دوها قلشوها قبل العيد هكا اوموا تجازوها على العيا. نروحوا لهاد لي كاساديه واش فيهم؟ فيهم الخبز تاع التورتيه قطعته هكا ب دي زومبورت بياس. عندي لهنا كميه تاع اللحم، بصل مقطع قطع صغيره. هذا هذاك اللي يلصق في الوسمو. تلصقيه فوق وتخليه كاساديه ولا جسبا واحد الاسم يسموه ما نقدرش نقولوا اسم حنايا. ملح فلفل كحل فقط ونعجن هذا الخليط. هي يشحي كي نشوفوها كيف شدها. هو خبز تاع الاتراك على ما اظن. لا 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 هذا الخبز يديرو. لا لا يعني هذه الطريقه هي تاع الاتراك. يلصقوا اللحم في هذيك صح صفيحه تاع اللحم. صفيحه اللحم عجينه لحم صفيحه لحم كانت دارتها شيف كريمه. صفائح صح معروفين بهم. لا لهنا كميه تاع البصل، الملح، فلفل الكحل وكميه تاع اللحم. نجيبوا لهنايا مقله. نغسل لك المقله هذه. عباك واش يخصنا؟ يخصنا سبونسور تاع
غسلتها بالماء كسروا بواتها كيديروا غير هكا غسلوه نغسلها لك في الكوزينه هكا ماشي روحك غير خليها نغسلها لك كاينه مقله واحده اخرى تقلي كاينه بصح صغيره مليحه مليحه كاينه صح عطيها لهم يغسلوها لي نقلي فيهم لا شوفوا نحكموا الخبز هكايا ونبداو نبلاطيو معاه اللحم ما نديروش كميه كبيره تاع اللحم فوالا شي لازم كميه كبيره تاع اللحم كميه قليله وتمشوها كامل فيه يلصق اللي بس تاعك بزاف شباب شكرا حبيبتي تعيشي مقبي عجبني ما مستغليتوش دوكا كاينين نشوف فيه شغل بصح ماهوش تاع كاع تاع كوزينه لازم تقعدي وتتهضري شوفي سميه في الدار كي ندير كش حاجه نولي فارينه نولي سكاكر نولي وفي الخدمه شوفي ما يصرالي والو سبحان الله شغل نحافظو في الدار نقعدو نجرو لا 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 وفي ليميسيون كي عباك بزاف عليك تحافظي على لبساتك لازم نطلعو عليكم بالجبه ولا بيجاما لازم نلبسو وحنا هاد اللباس سميه نخيرو حنا مادا بينا شغل الحصه تاعنا تاني تكون عرف بلباسنا بال بيان سور ونعرفوا كذلك ان نشجعوا بنات بلادنا على يعني الله يبارك مشاريع تاع الخياطه ما شاء الله والله مشاريع الخياطه راهم دايرين حاله ربي يقدر كل واحد ان شاء الله بعمله طفيتي اخي خلاص كملتي كملت صح واش ندير لك نعطيك كاس ما تشرب ندعي لك الليل والنهار حكماتك الشحطة لا كاش واحد يفتي لنا نعطي اختي الماء يا اختي ما يفتوا لنا ما نقدرش سبحان الله تربينا شغل هذيك الصيام من الصغر شتي الحمد لله انا دائما نقول لهم الحمد لله على نعمة الاسلام والله هاي نسيمة الشاطرة يعطيك الصحة يا صحتها ان شاء الله شكرا سجلها وليداتها ان شاء الله ان شاء الله يا رب فوالا لي كاس هادية تاعنا راهم واجدين نحطهم هنا يلا كنا درنا الخبز خبزوني وزدرت تحرقت قولي ولا غتحرقوا هاي كنا قلنا نحكوا على الديكات هاي الديكات سقسوني باللي حرقتهم عليها راكي تسعلي لا 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 هذا وين شتهم قولي ولا كحوله ماشي كحوله كحوله مي احوجي هذا مشي راه كحل كيف مشي كحوله يا ناديه شوي قولي مشي كحوله لا لا صوبة واحد بيان برونزي كيما قال يوسف رمضان ميدان زوج نساء في الكوزينه حرقناهم هذه هي ولا احكي لي هذا تشوط مني تو دير روحك ما شتيش قول ولا حد دايره ندير هادو برك لي لا لا هذاك هو كحل ناديه هذا ربي يهدي كي صح ما برك هادشي شوفوا هذا كيفاش تشوط راهي تقول لي ما توريش لا لا اوريك انا قلت له بتحرق هما نورمالمون سميه يدخلوا دقيقه ما دارش ما دارش ايكرون توتال هذا راح غلا هذا تبرونزا بزيت زيت ام بلون ام بلون صح لا لا باش تعرفوا بلي هذا الخبز هذه فكره مليحه بصح باش تعرفوا بلي هذا الخبز يدخل غير يشم النار يعاود يخرج هذاك واش حنقول لك يدخل غير قيس ما يشد لا فورم في المول انا من هذيك يتلاقاو نقعدوا مقصرين 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 ولاو كحالش عنا حبيبات نصوفيو بيهم الحاله يعجبوني هادو في الدار والله ما يترموا ياكلهم دراري صغار نقرمش انا كاني صايماني نشوف فيها ما نعرف شنو قولي والله حبيتي تاكليها شاي ما محروق شاي نحب حاجه محمره وفوتيه لهنا نروحوا للحشو هذا تاع لي تارت يلا نديروا الحشو درنا بزاف يعني شتو عطاكم يعني تشكيله وبزاف انواع تاع الحشو اللي تقدروا ديروها هذا بالطون ما راح ديري هو لا حد ديري فيهم اه تري بيان كنتي درتي فيه الطون فرماج ومعدنوس والمعدنوس حبوا يزيدوا بصل يزيدوا يلا زوري الا كاين اتصالات عطينا مساكن ربحوا الناس يمكن قلنا لهم تربحوا ما استقبلناش الاتصالات. يلا 023 70 92 94 هذا هو الرقم زوري راهي. هما مش يعطوك النيميرو هكا. يلا شوفوا يا مشاهدينا كي تتصلوا لازم تعطونا رقم هاتف باسكو علاش من بعد كي ندير السحب انا. كيفاش راح انا نعرف بلي هذيك ولا كيفاش يعني نجبد ولا نعيط لها نقول لها بلي ربحتي باش تجي تستلم الهديه تاعها.
لازم تخلوا رقم الزوج الاخ رقمكم يعني راه ما تخافوش راه نعيطوا لكم غير على الهديه بيان سور حنا الحين نعيطوا لكم فقط على الهديه وراهي زوري هي اللي تكتب زوري مشكوره زوري دائما في فريق الاعداد من الصحفيين الرائعين كانت معي في انا ومرتي رائعه جدا رائعه جدا صحيحه طيبه صحيحه ان شاء الله الدريه امين امين ان شاء الله يا ربي وراهي معنا هنا في الو شيف كل رمضان نجيبها هنا نكركروها نكركروها الو شيف يلا هادوك نطيبوهم ناديه طيبيهم على اللحم هكا نطيبوهم هكا على اللحم كي يطيبوا ندير لهم فرماج ونغلق عليهم وما هكاك سخونين هادوك شهاونه هيا خلاص نوجدوهم لك امبورتي كادو تاع انيفرسير الكادو درتي لي قال لي كادو ماشي كادو الوغ لهنايا نورمالمون وجدنا كامل لي فارس نحل وحده تاع الخبز باش او ميم طون يشوفوا يشوفوها قدامك ويشوفوا ثاني كيفاش طيبيهم إلا قدرتي بيان سور ناديه أمه وحده ولا زوج اللي يطيبوا نعم أمه وحده ولا زوج نطيبوها قدام نطيب وحده برك مقله كبيره هايله اه واش حدري فيها لا الخبز اه هذه انت جبتيها لا لا تاع هنا تاع هنا يا اختي نحب المهم نهار شفتها قلت لهم شوفوا هذه حطوها في عينيكم ليش لازمة عجبتني تلمو هايله شغل ما يلصقش ياك ومليحه هكا نحب المعان عندنا الفيس تاع المعان مرض يلا نستقبلوا اتصال الو 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 مساء النور مساء الخير اختي مية واش راكي الحمد لله وانتيا لاباس الحمد لله وانتي بخير صحة رمضانكم الله يسلمك صحة رمضانكم كي تاني هاكي تباني بلاكي بديتي تدبالي 10 ايام سابقة دبلت دبلت دبلتي رانا كاع دبالي انا واقفين كوراج مع السخانة تاع اليوم صح سخانه هادو شوفي ثلاث ايام قولي لي فاتوا كامل سخانه صافي يقولوا بلي مازال قال لك مازال سخانه هذا الويكاند ندوزو لا لا شوفي الشيخ فرحات قال لي بلي نهار الجمعه طيح الشتاء قال لي كاين موبيطون كاين شتاء وكاين برد ان شاء الله يا رب يطيحوا امطار هكذا امو شويه يبرد الحال ان شاء الله يا صح كوراج يا اخي صمنا يا اخي صمنا في الحمد لله صمنا في الصيف وي دوكا صافا الحمد لله كنا نفطروا على 8 دوكا صافا لا لا الحمد لله الحمد لله ربي يقدرنا ويقدركم ان شاء الله ان شاء الله يقدركم انتما ثاني ان شاء الله خليني نتعرف عليك واش راهي الحمد لله ام ريهام ام ريهام من بوزريعه من بوزريعه كي هنا برك انا هنا قدامكم جارتكم مرحبا بك ام ريهام يلا نخليك معنا ناديه ناديه تفضلي مساء النور بخير ناديه واش راكي بخير لاباس انا ما نقولكش طاطا انا ما نقولكش طاطا واش راكي لاباس؟ كي صافا لاباس الحمد لله الحمد لله يا ربي انت بخير والله لاباس كسي عليك الخير يعطيك الصحة على كاع واش راكي تقدمي يسلمك شكرا تعيشي والله غير ربي يجازيك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عليك وتتعبوا ان شاء الله شكرا يسلمك تعب فيها فيها بصح معليش هذه هي احنا في الدار نتعبوا انتم برا فوالا اه جوغ الانسان والف ولا غير كيف كيف اللي في الدار اللي في برا كامل اللي برا العيا رمضان يعي هذه هي يجوز ان شاء الله الصحه ولهنا ان شاء الله ربي فقط يتقبل منا هذا الصيام ويتقبل منا دعواتنا وصلواتنا وكل هذه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله العبادات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كيما قلت لك نستغل الوقت للعباده ان شاء الله ان شاء الله كاش ديكا في العشيه من الوالا والله الحمد لله فوق الماما مازال الحمد لله مازال ما صارت حتى ديكا الحمد لله ان شاء الله متراتكم انتوما الحمد لله وقولي لي واش راكي تبعي في قناه الشروق انا نشوفك الحصه انا وراجلي يا وانا انا ومرتي يا انا ومرتي انا ومرتي كنا راح نسموها انا وراجلي قال لي ما كاينش كيفاش تسميها انا وراجلي انا ومرتي قال لي انا ومن بعد تجي انت هو بعد بريوريتي ليهم ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه معليش كيف كيف والله غير كيف كيف والله غير راني مع الشروق البطحه مور الفطور كاين البطحه نشوفوا البراني 11 11 مسلسلات رائعه شويه شويه عجبتكم عجبتكم الشبكه البرامجيه لا لا الله يبارك والله ما شاء الله واش قلت لك كامل كامل تستاهلوا التكريم الحمد لله شكرا وقفتوا فريمون على البرامج هذه ماشي ساهل ربي يقدركم ان شاء الله شكرا ام ريهام انا كتبت اسمك وحطيته هنا سي بون يسلمك اليوم ما كانش سؤال بون انيفيرسير شكرا لك شكرا ليا وللشروق كل عام ان شاء الله والشروق حيا وانت ثاني بون انيفيرسير اللي جاتك البارح ولا له البارح البارح 19 مع الشروق كل عام وانتم بخير ان شاء الله شروقيه شكرا لك حبيبتي شكرا الله يعطيك ما تمناك يسلمك
وصحة فطورك. صحة فطوركم ثمان ثاني. إن شاء الله تفوزي معنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك، مع السلامة. سلامة. مع السلامة، شكرا. يلا رجع لك نادية، ما نحكي لكمش نادية كيفاش هي معذبتني بالريحة. أنا ما نحبش نجي نخدم أهل الشباب كيكون رمضان، كيكون رمضان. كيكون صايمة غير على جال الريحة تاع الماكلة نتعذب. لهنا راني معدوك فاصون بورك، الحبة تاع التغطية قسمتها على زوج، درت لها داك الحشو تاع الدجاج بالجزر ونخدمهم، وشنو ما نديرهاش خشينة لأنه هذه كون تكون خشينة ما نقدرش ناكلها، ما نديرش الحبة كاملة، عندي لهنا الغيرة الطبيعي الغذائي بلوتو، فارينة وشوية ماء، نلصق بهم هاد لي بورك تاعي. ديري في بالك بلي بقاو لك 8 دقائق قبل دغيساج، يكفيك الوقت؟ بإذن الله. فوالا. نعطيهم لي زانغريديون تاع الموخيتو، الموخيتو يتعصر برك ماشي يتعصر برك فقط. ديريه كيما تحبين، ندير لك مادا بيا. راني هنا عندنا البلانده ها هو. نعطيهولك. خلي انا نجبدوه. شكرا لك. واش درتي موخيتو نورمال تاع القارص والنعناع؟ اه. والماء الغازي. الماء الغازي. موخيطو يعني تشرب هاد اليامات اليوم نجرب تاعك راني نجرب جرب تاع اللي درتو الشيف كريمه تاع لي فخاز شتيه اه تاع الفخاز شحال هايل بنين بنين وخفيف واليوم نسي نجرب تاعك حسيتو يتشرب انا نحب سيترون اللي فيه غير قارص وما وسكر اه هي دارت لي فخاز وفيه القارص وفيه الماء مبشور ثاني وفيه النعناع وين البارح درتو برك في الدار هيا ناديه واش ندير القارص هادو عندنا زوج حبات ليمون اخضر خلي نتعامل على طريقتي روحي بعد سيداتي عندك زوج حبات ليمون اخضر تقطعيهم تنحي لهم بالك ديري هذاك لو بلون باسكو يطلق المروره قولي لي ما جبتهاش فوالا ايه سيد جبتيها قشرناه تخي بيان نحينا لو زاز درناه مع السكر صح انا هيك قشرناه راني نقول لك صح سيداتي قبل ما تقشري هكا تنحي له القشره استفادي من المبشور تاعو انا هنا قشر درت المبشور يشبه الكيمونو تاعي المبشور لاكولا درت المبشور هذا المبشور درتيه من قبل كان في كونجيلاتور وهنا تقطعي هكذا تقطعيهم صغار باش ديريهم في البلاندر يترحوا لك فاسيلمون ديري زوج حبات وزوج اصفر زوج اخضر وزوج اصفر انت قولي لهم غير باقل وانا زوج اخضر زوج اصفر صح ومن بعد سيداتي ديري هنايا فقط 30 غرام سكر 200 غرام سكر وراه السكر بصح ها هو معزز اه كي مخلطاتو استني زعما انا قلت لهم هنا عندكم هنا يتخلط المبشور مع السكر باش يطلق لكم هذيك العسيله سيداتي هنا عندك 200 غرام تاع السكر تقريبا واحد الكاس وشويه ياك من با كاس من كاس ناقص اندوا كاس ومع المبشور تاع الاخضر والاصفر باش يعطيكم قالت لي زوري كاع ما قصتيهاش غير قعدي في الاله اعطيني تشوفي مغيرفه نادية دير تليفونها يتشارجا تجيب مش هو تشارجا تليفوني هذا تاع الجي اختي جينا بزاف غالية تريسيتي تشارجي في داركم هنا سيداتي 200 قلنا تاع السكر وزوج حبات تاع قارص ومن بعد هنايا باين النعناع ما ديروش الاغصان ديروا غير الاوراق يا اخي اه ميم كون ديري الاخر نورمال نحيت له كاع شغل هذوك الخشان خليت غير الفوقانيين اللي يحبوا يديروا الاوراق يديروا الاوراق انت كيفاش ديري انا نديرو كاع باسكو شي داك الخشين كامل تحتاني قطعناه خلينا غير الفوقاني شي الفوقاني يجي طري ربطه تاع نعناع كامله نديرو خلينا غير شويه للتزيين الا بغيتي بغيتي زعما ها ثم هاد لي بوراك نرمدهم في البيض ومن بعد في لاشابلور ونقليهم ومن بعد سيداتي كي توجدي ديري له هاد الميضله اللي ما حبت تبرونزا ناديه خلاص هكا وزيد انا تبرونزاو في الفور السكر درتيه والزيت نديروه بالماء الغازي هذاك تاع ندير هذاك تاع واسمو لا خديجه راح ندخل الطابلة ايه هذا لازم يكون بارد احنا راهو سخون شويه هذا راح نوتيليزي هذا الماء الغازي تاع لالا خديجه هذا بزاف هايل سيرتو الناس اللي احنا اكلنا كاع زيوتي وكامل يمسح على القلب يمسح على القلب ديري شويه برك باش ما يفيدش عليك والباقي نزيدوه اغلب الغوبو كون ديري كاع القرعه مع لي قصه راح تفيد عليك شويه زيدي شويه خلعتي صافا نميكسي ومن بعد نزيدو الباقي كون ديري كاع بلي قصه يفيد عليك من الغوبو اه فوالا
هذا البوراك شوفوا خدمته، رمته في البيض وفارينه وانا نقلي فيه. فوالا ذاك النهار زعما وريت ال وريت وريت الكريمه كيفاش دور الروبو، واليوم انا حصلت فيه. اختي ديما وريتي لي شتي ماهوش داخل هنا، ماهوش داخل قبل تحت تحتها سي هو يتحط برك. لا لا عندو الفوقانيه، الفوقانيه هي الصح. اه ها دخل سي بون دخل وبي ما كانش داخل. استناي تشوف هذا روبو تاع شنايدر يا اخي ولا تومسون شنايدر. اه انا ابر روبو تاع داري تاع داري. الصبر معليش بالعقل برك، هنا تفتح وهنا تامر اسمين الكادنا وكامل برك. واش داني البوليتيك اللي ما نقدرلوش على اللي ماشي تاعنا جوغ تخافي تكسري تقعدي تحافظي عليه. كاع راهم يقولوا لي سو ديري هاك سو ديري هاك، صح السو والله ما دارت. ايه دوك ندي نروح نصوفي روحي مليك وخلاص. ها فيها سيكوريتي تاعو لازم شغل تكون فريمون مغلوق. نحب هاد لي غوبو اللي فيهم لا سيكوريتي ما تخافيش عليه. سمية نوري لهم هذوك لي كورني برك كيفاش درتهم. لا لا هذو قلبتهم. شكرا رضا شكرا مزيرك في حياتنا. من بعد شوفي ما تدخليش الداخل نورمالمون غير هكا. اه داكوغ لازم يدخل هنا. شوف وين يدخل. شوف واش داخل شتي. اصبري لي سوية دقيقة. ترحات خي تخي اليوم بعد زيد. ما تحمسيش. تحمستي. نسيت روحي نسيت روحي عم بالي في الدار. نزيدوا الماء الغازي نخلطوا خلطه خفيفه باش ما يفيدش علينا غير بالماء الغازي. أربع حبات ليمون، زوج أخضر، زوج أصفر، لو زاست نخلطو مع 200 غرام سكر، يتقشر كيما قشرته الناس وهم ياكلو شتو، رحينا السكر مع الآخر وزدنا الماء الغازي. السكر مع المبشور. آه. عندي لهنا لي كورني نوري لهم بك كيفاش نديرهم، ناخذ هكا نص الحبة تاع الآخر ونشكل كورني. كثرتي غير الآخر الآخر، العجينة. البان تاع ال. دخليه في الكاس هذاك لصقها هكا. واللي ما عندوش هذاك الكاس يقدر يوقف هكاك وحده زعما نحطوها في كاس عادي تاع ولا ولا كاس علاتاي ولا الومنيوم ولا كيما قلتي لهنايا نغلق عليه بهذاك الفارينة بالماء نرمدو في بيض وفارينة ونقليه. كي نكون نقلي فيه نقلبو غير بالعقل على لي تخوا كوتي يطيب لنا. فوالا ناديه وقت الفاصل قدمتي كلش. اوكي نورمالمون قدمت كلش الخبز فقط يحلوه يقعدوا يسعفوا فيه بالفارينة يحلوه بالعقل ويطيبوه عادي كيما نطيبوه. ما يديروني زبداني والو على النشاف. والو على النشاف برك غير يبدا يدير هذوك النبابل هذوك الخفاف هكايا نقلبوا على الجهه الاخرى. هذا الخبز ينشف ماشي يطيب كامل. انه كان يطيب يبس لنا. صح. ومن بعد نكون وجدت كيس بلاستيكي من المقله يدخل كيس بلاستيكي باش ما يتكسرناش. هذا ما يلا هاي وريت لكم الطريقه. مشاهدينا نروحوا على فاصل اشهاري صغير وبعدها نتلاقاو بكم على طاوله التقديم. لعده مملحات اللي تقدروا تحضروا. عاودي رفديها ناديه باش تبان لهم راطاوها. اوكي. ودرت لها عصير الليمون لانه الطون يمشي بزاف مع الليمون اون ترونش تاع سيترون هكا قطعه تاع فلفل ولا زيتون ولا فوالا. اكيد اللي يقدروا يحضروا بها في البيوت ديالهم. يعطيك الصحه ناديه. انا ندخل للبث المباشر الموجود على الصفحه هكذا باش نديروا السحب منه نشوف العدد شحال راهو وبعدها نقروا الى يكون نخير فائزين ولا فائز واحد. الصبر نشوفوا نضربوا طلع يلا 2298 واحد ماكمش بزاف. ندير فقط سحب واحد. حبيتكم تلحقوا ال 5000 هكذا باش ندير ان شاء الله الغدوه تفرحونا وتلحقوا ال 5000 ونديروا الفائزين من الصفحه. يلا ناديه طلعي واعطيني اسم من الهدايا. راح يفوز بهديه من عند فريال شوب يوسف. يلا عند فاروق خدمي مع فاروق. يوسف
جو سي با غارديان ولا جو سي با غارديان لا لا غارديان غارديان ولا جو سي با هاوليك يوسف ها غارديان ديال الاجابه و... يلا ديري كابتشور ناديه درت كابتشور تري بيان هو اللي صحتو. فاز بصحته هديه مهدات من عند فريال شوب نعطوا له لو برا ميكسور يلا لو برا ميكسور هذاك مهده من عند فريال شوب واكيد نعاودوا نذكروا انه في كل نهايه اسبوع راح يفوزوا بالخاتم صافي كي نهار السبت ان شاء الله تفوزوا بالخاتم اما الاسماوات دوكا عندنا وحده تفوز بتومسون هكا نمدوا اليوم بولوار وحده نجبد انا تاع وحده بولوار وحده قسيمه الشراء كل واحد وزهره يلا حنا نديروا شكون هذه سبحان الله ام ريهام بوزريعه ام ريهام بوزريعة الف الف مبروك ليك هدية مهدات من عند تومسون يقدمها لك تومسون وشنايدر يقدمها لك البرنامج عفوا خلاص بداري ثاني يتقال راح يتصلوا بك في ما بعد يلا نادية خيري لاسم واحد اخر نعطوا له قسيمة شراء تاع الواحة اللي قيمتها 10000 دينار جزائري عرفت زوج باردون ماذا بينا نربحوهم كامل الواحد يدي مكتوبه في هالدنيا صح هذه جميلة مشلف يعني. جميلة مشلف جميلة مشلف جميلة مشلف صحة. ألف ألف مبروك الاتصال وشوف الخط جميلة مشلف الاتصال كان أول اتصال ألف مبروك لك حبيبتي عشرة ألف دينار جزائري مقدمة من مهدة من الواحة يعني مليون تروحي لواحة تشري به وش حبيتي راح يتصلوا بك فيما بعد أكيد جميلة 50-50 أنا خايف غير مليون